اليوم في المحاضرة الأخيرة وهي المحاضرة 14 والتي سوف أخصصها كمحاضرة تلخيصية وخلاصة عامة، لكن ليس معناها أن الطالب يعتمد فقط على هذه المذاكرة. هذا مهم جدا لأن كثير من التساؤلات تجيني، هل نعتمد فقط على المحاضرة 14؟ لا، أقول لا، لأن المحاضرة 14 فقط هي حوصلة لما قلناه في المحاضرات السابقة، فالاختبار يكون على كل المحاضرات السابقة فقط. أريد أن أذكر باسم الكتاب اللي هو هذا، إدارة المشاريع المعاصرة، والذي ذكرته سابقا والذي يعتمد في هذا والذي اعتمد في هذا المقر، والكثير من محتوياته موجودة في هذا الشرائح، لكن في أشياء أضفتها غير موجودة في هذا الكتاب. ولذلك أذكر في هذه النقطة وهي مهمة جدا، عند المذاكرة راجعوا من الشرائح ثم ارجعوا الى الكتاب، ولا يهم الترتيب فيما يخص الفصول والنقاط، فالنقطة الموجودة على الشرائح موجودة على الكتاب او قد اضفتها انا، وبالتالي يعني المذاكرة تبدأ من الشرائح ثم الى الكتاب، وهذا حتى يعني يسهل على الطالب طريقة المذاكرة. كذلك هناك أشياء هنا حذفتها تتعلق بجوانب تقنية عالية خاصة بالمتخصصين في إدارة المشاريع، وليست يعني هامة بالنسبة إليكم بالنسبة لهذا المقر. إذن يجب أن أذكر بهذه الأشياء بما أننا في المحاضرة الأخيرة، يجب أن أوضحها. كذلك ما تم ذكره في المحاضرة التمهيدية يجب أن يعدل، لأنني أنا خلال إعطائي لهذه المحاضرات ارتأيت أن هناك أجزاء معينة مهمة بالنسبة للطالب مقارنة مع أجزاء أخرى، وبالتالي يعني يختلف ما وضع في المحاضرة التمهيدية كطرح يختلف عن ما هو موجود في بجزئيات صغيرة بسيطة مع ما هو موجود في المحاضرات بصفة عامة، ولكن يعني الطالب يبدأ المذاكرة من المحاضرة الأولى إلى غاية المحاضرة 13، ويأخذ باعتبار المحاضرة 14 حتى تساعده لكي يفهم المقرر بصفة عامة، يعني في أجزائه وفي نقاطه وما هي أهم الأشياء التي تتعلق بهذا المقرر. كذلك بالنسبة للاختبار من المهم أن أذكر أن ما في عملية حسابية، لأن الأمر يعني الأسئلة التي أو طبيعة الأسئلة التي يجب أن نضعها في الاختبار لا تحتمل وضع يعني أن نعطي للطالب مسألة حسابية، وبالتالي سوف تكون أغلب الأسئلة يعني حول الجوانب النظرية، حتى بالنسبة للمعادلات يمكن أن تكون يعني أسئلة طريقة معينة تتعلق بالجانب النظري لهذه الحسابات. إذن الكتاب، أذكر بالكتاب اللي هو إدارة المشاريع لدكتور موسى أحمد خير الدين، الطبعة 2012. إذن في المحاضرة 14 هذه كما قلت كنت أريد أن يعني أن أضعها كتذكير لأهم الأشياء التي ذكرناها في المحاضرات 13 السابقة، وهذا حتى يعني أؤكد على يعني عناصر معينة، ليس معناه يعني أؤكد على عناصر معينة هي التي سوف تأتي فقط في الاختبار، ولكن حتى كما قلت أساعد الطالب فيما يخص المذاكرة وتحضير للاختبار النهائي. في المحاضرة الأولى تكلمنا عن المشاريع في بيئة الأعمال الدولية، وقلنا أن البيئة تتقلب وتتحرك وتتغير بسرعة، واليقين في المستقبل أصبح يعني من الصعب تحديده، فالمعطيات كثيرة والمنظمات يعني غيرت من أسلوب إدارتها بسبب هذا البيئة المتقلبة. فخلال هذا يعني هذا السنوات الأخيرة يعني كان الحديث وكثر استخدام أساليب معينة في الإدارة، منها أسلوب إدارة المشاريع، فكثير من المنظمات تحولت من منظمات ضخمة إلى منظمات تعمل بمشاريع عديدة. ولذلك قلت بيئة الأعمال الدولية، لماذا؟ لأن الكثير من المشاكل الآن جاءت وراء أو من مشكلة يتعلق بما يسمى بالعولمة، فالجلوباليزيشن أثرت تأثيرا كبيرا على الحياة الاقتصادية وحتى الحياة الاجتماعية والثقافية للإنسان، فالآن العالم مفتوح والكثير من النشاطات الاقتصادية لا يمكن فقط أن نحصرها على شركات محلية، فالكثير من الشركات تعمل في دول أخرى ولديها نشاطات في كثير من الدول، وبالتالي يعني أصبحت أمور أكثر تعقيدا، فالمنظمات تلجأ إلى أسلوب إدارة المشاريع
كأسلوب إداري، لأن هذا يسهل عليها إدارة هذه المشاريع التي وضعتها، وكذلك إدارة المنظمة بصفة عامة. إذن تكلمنا عن أهداف المشروع وحددنا خصائصه، وكذلك حياة دورة حياة المشروع. أن قلنا أن كالمنتجات بصفة عامة للمشروع أيضا عنده دورة حياة تبدأ وتتميز بالبداية وتتميز بالنهاية، فهناك مراحل يجب أن نتابعها في المشروع وهي مراحل مهمة، هناك نشاطات مهمة يجب التركيز عليها إلى غير ذلك. كذلك هناك وثائق معينة ضرورية فيما يخص إعداد المشروع وإعداد ما يسمى بمقترح المشروع. لماذا؟ لأننا قلنا أن الكثير من النشاطات المتعلقة بالمشاريع هي لزبائن آخرين، فالمقترح سوف نقدمه للزبون حتى نربح المناقصة مثلا. فالمقترح يجب أن يعد بخصائص معينة وبتقنيات معينة، ولا يمكن أن نخطئ في المقترح. لماذا؟ لأننا أي خطأ نضعه في المقترح سوف تتحمل تبعاته المنظمة من ناحية الوقت، من ناحية التكلفة، ومن ناحية المواصفات. إذن في المحاضرة الثانية تكلمنا ودخلنا في موضوع إدارة المشاريع، وحاولنا أن نتكلم عن وظائف إدارة المشاريع والأطراف الموجودة في إدارة المشاريع، هنا الإدارة العليا، الفرق، ومدير المشروع، والزبائن إلى غيره، فكلها أطراف مهمة فيما يخص المشروع. وكذلك تكلمنا عن أخلاقيات الواجب توفرها في مدير المشروع. في المحاضرة الثالثة تكلمنا عن تنظيم المشروع، كيف يمكن أن ننظم المشروع، وما هي المرتكزات الأساسية التي يجب الاعتماد عليها، ما هي الأشكال التنظيمية التي يمكن أن نعتمدها في المشروع، لأن هناك إشكالية في الأشكال التنظيمية، هل المشروع مستقل، هل هو تابع للمنظمة، هل يكون عندنا مشروع يعني ميكس أو خليط بين هذا وهذا. فكل هذه الإشكاليات تطرح نفسها عندما نقوم بتنظيم المشروع، وقلنا هناك خطوات معينة لتحديد شكل تنظيم المشروع. كذلك في المحاضرة الرابعة تطرقنا إلى مواضيع هامة، يعني تعتبر عملية تخطيط أول شيء يعني يجب أن نعتني به فيما يخص إدارة المشاريع. وهنا يعني وضعنا أسس فيما يخص إعداد الخطة المشروع، وتكلمنا عن فوائد التخطيط، لأن حتى أذكر بالطلبة ما هي فوائد التخطيط، وكذلك مفهوم تجزئة التخطيط، وكذلك عناصر خطة المشروع. في المحاضرة الخامسة كان التركيز على جدول المشروع، وهذه هي النقطة التي يعني أنا جزأتها فيما يخص ما قلته في المحاضرة التمهيدية وما بعد ذلك قمت به، وأنني ارتأيت أن الجدول يجب أن نقسمها إلى فصول. لماذا؟ لأنها مهمة جدا بالنسبة للمشروع. إذن في المحاضرة الخامسة حاولت أن أتكلم عن عملية الجدولة والمنافع المتحققة من عملية الجدولة. إذن الجدولة كما رأينا وأذكر تتعلق بالجانب الزمني للأنشطة المتعلقة بالمشروع، وكذلك تكلمنا عن رسم الشبكة بطريقتي القطب والسهم. في المحاضرة السادسة ركزنا على البرمجة الشبكية باستخدام أسلوب المسار الحارج، وفي هذه المحاضرة كانت يعني محاضرة تقنية أكثر تتعلق بالخطوات المتبعة فيما يخص المسار الحارج، وحتى أبسط أمور وضعت أمثلة تتعلق بتحديد المسار الحارج، وحاولت أن أركز على بعض المصطلحات التي هي أيضا مهمة وأذكر بها، يعني مثال الأوقات البداية المبكرة والأوقات النهاية إلى غير ذلك. هذه كلها يمكن تكون محل اختبار يعني كتعريفات إلى غير ذلك. وفي النهاية تكلمنا عن مسار حاج، وقلنا أنه هو أطول مسار الذي يشمل كل النشاطات التي يجب إنجازها في المشروع. وقلت أطول مسار لماذا؟ وأذكر هذا الموضوع. لماذا؟ لأننا قلنا إذا كان اخترنا أقصر المسار معناه أننا سوف لا نأخذ باعتبار الكثير من النشاطات. فمعناه أطول مسار معناه أن كل النشاطات موجودة في هذا المسار، وهذا المسار يحتوي على ما يسمى بأنه مسار حارج، يحتوي على مجموع الأنشطة الحرجة، والتي هي من خصائصها مثلا أننا لا يمكن أن نؤخرها، فلديها وقت بداية ونهاية معين ولا يمكن أن نتأخر عنها. إذن في المحاضرة السابعة ركزنا على البرمجة الشبكية باستخدام أسلوب بيرت، وشرحنا ما معنى أسلوب بيرت وهو أسلوب بسيط، وذكرت هذا وقلت أن في بعض البرمجيات منها بروجكت مايكروسوفت بروجكت يعني يضع لنا تلقائيا أن نضع معطيات معينة ويرسم لنا أسلوب بيرت، الذي لديه في البيت هذا البرنامج يمكن استخدامه في تحديد
يعني جدولة مشروع معين. ففي هذه المحاضرة إذا تكلمنا عن علاقة أسلوب بيرت بالبرمجة الشبكية، وكذلك الخطوات التي يمكن اتبعها في تحديد أسلوب بيرت. كذلك في المحاضرة الثامنة تكلمنا عن الموازنة. إذا بعد الجدولة التي تتعلق بجانب الوقت، في المحاضرة الثامنة تكلمنا عن الموازنة التي تعتني بجانب التكلفة أو التكاليف. هناك بعض الباحثين يسمونها الكلفة، فيعني المصطلحات هي نفسها فقط التسمية تختلف. تعريف الموازنة في المحاضرة، عرفنا الموازنة، وكذلك الفوائد وراء الموازنة، وكذلك ما هي الموازنة التقديرية، وكذلك أسس اختيار إعداد الموازنة التقديرية. يعني هناك عدة أسس تم اعتمادها ويمكن نعتمدها فيما يخص إعداد الميزانية التقديرية للمشاريع. وكذلك انهينا هذه المحاضرة بحديث عن لماذا بعض المنظمات تمول بعض المشاريع الغير ربحية، وقلنا ان بعض المنظمات تلجأ الى هذا المشروع مثلا بسبب وجود اهتمام كبير بالمسؤولية الاجتماعية، وبالتالي المنظمة تنجز مشروع بناء مثلا مستشفى، وفي النهاية هذا المستشفى ليس لديه يعني عائد او ربح بالنسبة للمنظمة، ولكن المنظمة تعطيها وتقدمه مثلا لصالح او تستخدمه لصالح مثلا المجتمع الذي تنشط فيه، وهذا يعتبر جزء من يعني الاهداف الاجتماعيه التي يمكن للمنظمه ان تضعها. اذا في هذه الحاله نقول ان المشروع في هذه الحاله ليس لديه هدف ربحي. في المحاضرة التاسعة تكلمنا عن إدارة الفريق، وهذا يعني الجزء من المحاضرة غير موجود في الكتاب، ولكن أضفته لأنه مهم جدا. لماذا؟ لأنني قلت أن في المشروع هناك عدة أطراف، مدير المشروع، لدينا إدارة العليا، ولكن أهم شيء في المشروع هم الفرق، لأنهم الأفراد. الأفراد هم الذين ينجزون المشروع، والاعتناء بهم ودراستهم ومحاولة إيجاد يعني محيط يلائم ويدفع أولئك الأفراد إلى العمل جعلني أختار هذا الموضوع وأضيفه في هذا المقرر. وحاولت من خلال هذا المقرر أن أشرح أهمية فريق العمل، وكذلك مزايا تكوين فريق العمل، وكذلك أنماط الموجودة فيما يخص فرق العمل. هناك عدة طرق لتكوين فرق العمل، وكذلك تكلمت عن خصائص الفرق، عالية الكفاءة، ما هي خصائصها، وكذلك اختلافات داخل الفريق. وهذا الموضوع يعني فيما يخص الاختلافات هو الذي يعني شكل قاعدة للفصل أو للمحاضرة العاشرة، وهي تتعلق بالصراع. إذن لدينا فريق يجب أن ينجز مهام معينة، ويجب أن يحقق أهداف معينة، فليس من السهل إدارة الفريق لكي تصل إلى الأهداف، لأن الاختلافات الموجودة داخل الفريق قد تؤدي بعض الأحيان إلى عدم إنجاز هذه الأهداف. وبالتالي في المحاضرة العاشرة تكلمنا عن موضوع إدارة الصراع داخل المشروع، وتكلمنا عن الصراع وخلفيته وأهم أسباب حدوث الصراعات داخل المشروع، لأن قلنا الصراعات قد تحدث داخل فريق العمل، وكذلك الصراعات قد تحدث بين مدير المشروع والإدارة العليا ومع أطراف عديدة. إذن الأطراف التي تتدخل في المشروع قد تنشأ بينها صراعات معينة، وهذا لأسباب معينة ذكرتها في هذه المحاضرة، ووضعت في النهاية ما هي يعني أدوات ممكنة لحل الصراعات داخل المنظمة. في المحاضرة 11 خصصناها لإدارة المخاطر في المشروع، وقلنا أن موضوع المخاطر أيضا موضوع مهم، لأن المشروع عندما يوضع يريد أن يحقق أهداف معينة، لكن هو في إطار إنجازه وتنفيذه قد تتعرضه مخاطر معينة تحول دون إنجاز هذه الأهداف. إذن من البداية الكثير من المنظمات تدرس ما هي المخاطر الممكنة. لماذا؟ لأنها تريد أن تحضر نفسها عبر سيناريوهات معينة، تريد أن تحضر نفسها لمشاكل معينة يجب أن تجد حل مسبقا. وأتذكر هنا حادثة وقعت السنوات الماضية وعادت إلى الآن كحدث، وهي انفجار محطة استخراج بترول في السواحل المكسيك، شاطئ المكسيك، وقرب الشواطئ أيضا الأمريكية، شواطئ كاليفورنيا. عند انفجار، وهذه محطة استخراج بترول تابعة لشركة بريتش بتروليوم، عند انفجار هذه المحطة توفي فيها أشخاص يعني عاملين كثيرون، ولكن المشكلة أن خروج البترول هذا دام فترة زمنية طويلة أكثر من شهر.
في البداية يعني المنظمة قالت أن هذا خروج البترول هذا خروج سوف يتم توقيفه بسرعة، لكن لم يتم توقيفه لأن ما كان عندهم تكنولوجيا تمكن من توقيف هذا البترول. البترول هذا وصل إلى غاية الشواطئ الأمريكية ووقع مشكل كبير بين الحكومة الأمريكية وشركة بريتش بتروليوم. الآن الشركة الحكومة البترولية الحكومة الأمريكية رفعت دعوى قضائية ضد بريتش بتروليوم، والآن يقال أن بريتش بتروليوم يجب أن تدفع حوالي 5 ملايير دولار أو أكثر لكي تدفع ما قامت به أو ما يعني أحدثته أضرار هذه المحطة الصغيرة لهذا في الشواطئ الأمريكية. إذن هذه كلها مخاطر. فنقول أن بريتش بتروليوم لو أخذت من البداية يعني دراسة أو درس ما هي المخاطر المتعلقة بنشاطاتها وما يمكن أن تحدثه من مشاكل لوضعت الحلول مسبقا فيما يخص يعني تفادي هذا المشكل. إذن المخاطر موجودة في كل مشاريع ويجب أن ندرسها، وأقول يجب أن ندرسها مسبقا. إذن في هذه المحاضرة ركزت على تعريف المخاطر وكذلك ركزت على بيئة المخاطر، وقلنا أن البيئة في حد ذاتها كخصائص أنها معقدة وديناميكية تشكل خطر على المنظمة. وكذلك في هذه المحاضرة حاولت أن أذكر بأهم وسائل مستخدمة في إدارة المخاطر. في المحاضرة 12 ركزنا على جانب الرقابة في المشروع، وكان هذا يعني من الأشياء المهمة فيما يخص إدارة المشاريع. لماذا؟ لأن بدون نظام رقابة قلنا لا يمكن أن نحدد الانحرافات الموجودة في أداء المشروع. فالنظام الرقابة يعطينا معلومات تتعلق بهل أنجزنا المشروع بطريقة جيدة، هل أنجزناه في وقت مناسب، هل أنجزناه بتكلفة معينة وكذلك بمواصفات معينة. وقلنا أن نظام مراقبة فعال يعني يعطينا المعلومات الكافية والدقيقة عن أداء المشروع خلال إنجازه وكذلك عند انتهاء منه، وبالتالي يعتبر من الوظائف المهمة في إدارة المشاريع. في المحاضرة 13 وهي محاضرة يعني أقول كالمعلومات يعني محطة أخيرة ركزنا على إنهاء المشروع، لأن بعد كل هذا نقوم بإنهاء المشروع وتقديمه غالبا مثلا وقلنا هذا موجود كثيرا إلى الزبون. فهناك أشياء يجب أن نأخذها باعتبار فيما يخص إنهاء المشروع، وقلنا أن إنهاء المشروع ليس عملية سهلة بل هي أيضا عملية معقدة. إذا كانت هذه كل أهم الأشياء التي ذكرناها في المحاضرات السابقة، والمحاضرات كانت تتميز بجانب نظري وجانب تطبيقي تقني في حسابات معينة، ولكن الطالب عندما يركز على هذه الجوانب التي فيها حسابات لا يجدها صعبة، لأن إذا فهم المبدأ النظري يعني يسهل له بعد ذلك فهم عملية الحسابية. كذلك أركز وأذكر أن في الاختبار يعني بما أنا قلت لا يمكن نضع مسألة، فالأمور سوف تتعلق أكثر بجوانب النظرية المتعلقة بإدارة المشاريع. يعني حتى أعود بصفة سريعة أعود إلى المثال الذي ذكرناه في المحاضرة الأولى وهو المتعلق ب مشروع نفق المانش، وهو مشروع ضخم جدا ودائما يعني يستخدم كمثال في إدارة المشاريع لأنه معقد وكان معقد كثيرا بسبب طول النفق الذي كان يعني كانت مسافته 50 كيلومتر وموجود تحت سطح البحر. يعني كانت نية بنائه في السنوات 50، ولكن في النهاية البلدين يعني وضع الأسس والاتفاقيات وكانت موجودة كل شيء موجود، ولكن بسبب يعني وجود مشاكل كبيرة في إنجاز المشروع تأخر وبدأ الإنجاز فيه فقط في صرف 1987. مع بداية 1987 يعني حدث أشياء كثيرة لا أريد أن أدخل فيها، لكن توقف المشروع لعدة مرات، وهذا لأسباب تتعلق بالجوانب التقنية وليس فقط بالجوانب التقنية، ولكن حتى أعود وأربط كل شيء حتى بالجوانب المتعلقة بإدارة الفرق. و إدارة الفرق هنا كانت الفرق لعدد العمال فيها قلنا المشروع كان استخدم 15,000 عامل. الفرق كانت متعددة الجنسيات فكانت تعمل معا، وكانت المشاكل الثقافية كبيرة جدا، مشاكل لغوية، مشاكل في المعاملات. يعني إدارة المشروع هذا يعتبر نموذج على أن إدارة المشاريع ليست عملية سهلة. فكان العمل في هذا المشروع وكانت الجهود موجودة، ولكن في الميدان
كانت الأمور معقدة وتوقف كما قلت المشروع عدة مرات، وتم مواصلته حتى تم إنجازه في سنة 1994. وحتى المشاكل المتعلقة بالجوانب الجيولوجية، لأن النفق كان يعني تم حفره تحت مياه البحر، وبالتالي تحت مياه البحر كانت الدراسات الجيولوجية معينة، ولكن عندما بدأوا الحفر وجدوا مشاكل تتعلق بالصخور، ووجدوا مشاكل تتعلق بالبيئة البحرية صعبة جدا، وبالتالي هذا أشكل أيضا عائق. إذن عودوا إلى تاريخ، أود أن تعودوا وتبحثوا حول تاريخ بناء نفق الماش حتى تتعرفوا على أهم المشاكل التي تعرضتها المشروع وإنجازه. إذن أذكر كما قلت بالكتاب، وكذلك أذكر بأن هناك اختلافات فقط فيما يخص المحاضرات التمهيدية والمحاضرات التي لدينا يجب أن تأخذها باعتبار. إذن خذوا المحاضرات بإكمالها والمحاضرة 14. وكذلك أريد أن أذكر أن هناك فترة تتعلق بالمذاكرة، وبالتالي أنا سوف أترك الجوال المتعلق بالمقرر، أتركه مفتوح لفترة أطول لأستمع أو إذا كان فيه تساؤلات حول محتوى. كذلك لديكم الميل الخاص أو البريد الإلكتروني الخاص بالمقرر، أيضا يمكن استخدامه لكي تستفسروا عن أي شيء يتعلق بالمقرر. إذن أشكركم على المتابعة والإصغاء لهذا المقرر، وأتمنى للجميع التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.